Dona Sogata, Dona Sogata, as coroas da guerra, os homens e na recuperação, o sido atrimento, janeiro e recuperação, não faz isso. إذن سنحضر اليوم هنا بمقر نقابة المحامين بهيئة ستات مدينة برشيد لحفل تكريم الذي قامته المكتب الجهوي الوداد حسن القضاة للسيد رئيس هذه المحكمة وكذلك بعض القضاة الذين تم سواء إحالتهم على التقاعد أو نقلهم. الحفل تميز بحضور مجموعة من الفعاليات سواء محامون أو قضاة أو أطر وموظفي كتاب الضبط لماذا للإشادة بالمنجزات التي قدمها هؤلاء والأعمال الجليلة التي قاموا بها خلال فترة عملهم بهذه المحكمة والتي تميزت بالجدية والمثابرة ونكران الذات والمشاعر والكلمات التي ألقاها جميع المتدخلين تنم على تلك الروح الأخوة والمحبة التي كانت تسود بين جميع العاملين بهذه المحكمة. كنت منه بهذه المناسبة للسيد الرئيس ولباقي القضاة مستقبلا ومسارا مهنيا موفقا، والشيء الأكيد أنهم بذلوا مجهودات كبيرة يشكرون عليها، نتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية مستقبلا ولجميع القضاة، وشكرا لكم كذلك كصحفيين على تغطيتكم لهذا الحفل وشكرا لكم. أنور جاحد الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول سنافية ستات. المجلس الجهوي ممثلا في الكاتب العام نيابة عن سيد رئيس المجلس شارك في هذا الحفل التكريمي لسيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد المنتقل حاليا رئيس أول لمحكمة السناف الأول بالناظور. شارك المجلس الجهوي في هذا الحفل التكريمي بكلمات تركت أثرا طيبا في الحاضرين، عبر من خلالها على أخلاق ونبل السيد رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ عبد المجيد باعتباره كان مشرفا ورئيسا وحكيما مدبرا وترك أثرا طيبا لدى السادة العدول. كان مكتبه مفتوحا دائما في وجه السادة العدول لبحث الإشكاليات التي تعترض عملهم اليومي وإيجاد حلول ناجعة لها. أتقدم بالشكر الجزيل للجنة التنظيمية وللسادة القضاة وكذلك لجميع الحضور على هذا الحفل التكريمي. الرحمن الرحيم، اليوم نحتفي بالسيد رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد الأستاذ عبد المجيد منصف، وهي مناسبة كريمة للاحتفاء بهذا الرجل الشهم الذي يستحق المسؤولية، ونهنئه بمناسبة تعيينه المنصب الجديد باستئنافية الناظور، وقد ترك الأثر الطيب سواء بين قضاة هذه المحكمة وكذلك كتاب الضبط وكل مساعدي القضاء، ونتمنى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.